بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشر كان واكي تماني صدحات كمدة من منهج المتعلم المحافظة على العلم سمينا كتشوك. فمهما كان طلب العلم أورع، طالب العلم أورع، كان علم أنفع والتعلم أيسر وفوائده أكثر. أخرين حالي سومة. ويجب عليه وحواجبك منك متعلمك وحبرني منك وحبرني وحواجبك أن يستعمل إنه استعماله أديك السدو ما يجلب الذكاء وحيابها كان السبب فهم ذا أما في دون ذا أما لكتا يعني وحو البوكا قيب قادنا إن هذا حفظه قبطه قرات كادونا كردو مسكحاده كررته مسكحاده قرات كمرنوا ناقصا مرنوا كردا عوامل بدن أما مرضي أما طبيعية أي دبك كينا. ويدفع النسيان هلمان كان دفاعية حيابها فهم هذا سوء جيدة هلمان كان لدغا لما والكسلان إيو وهسيقة أي تكفغانيس أي تكفغ وحي وهسي سوء جيدة أما النسيان سوء جيدة واتكفغان وحي فهم إيو في دونك هنا والله إما ليس. فإن زوال العلم بالنسيان علمك تجدوس يوايديس وحكو حرين كوي ما داب النسيان بسبب النسيان هل ما الله هل ما يعلم وقتك. وأصل النسيان بالعسيان هل ما نأسل كيسونا وإله ولا عاسيه معاسي دا يا وحي كنت فهم ذو كاتك ته هذو الدبين نقضة وحي أتقبطه هل ما أنتو وحكو توك سوايا محفوظاتك اسم الصحة مركات هذا مورد أسوع عشتنا وح ودوايس نسيان كوام معي وحوران القبطي ومركز أبها تأسوع عشان ويدول وحوران القبطي ومركز أبها تو هذا استعماله ويدول شيء محلوح فيها هذا يكسر المالين كات أبها تو. إذن نسان كروه محي وعكسي وإن أود ويدو شيء حوران القبطي إن أتسوع ليس مركز معصية أنا أقول بدن إن الرجل لينسى العلم الذي كان يعمله بالخطيئة من مسعود بالخطيئة يعملها ننكو علم أويقان أوليب أوكرقم هاي أما أويقان به المامية مع سياء قلي أوجد. وكيع من الجراح أبو سفيان استعينوا على الحفظ بترك المعصية وكال ما يست علمك حفظ يسيه فهمت إنه حوق يسوتو طابقشة إن أتكفقاتان كفقاشة معاصدة. ابن عيينة اللي يقول محاد علمك أن يحفظك إلا شيخ الحجاز بوها محاد كوها لا شيء قال بترك المعاصي إلهي وحي عرق لنا يردن بان كفك هذا مركز حفظك يقصق نادي. علي بن خشرم ننكي حافظك وحور الشكوت إلى وكيع قلة الحفظ وكعن الجراح وننكي ورنجري 40 عاما شيئا قبطي ولي كمسعرين أفرطن سنوحاً حفظي ولقينا المراجع وما باهنن لماذا وأقهرنا مركان قبنا يوان يريسته وعشر ربنا ما قال حقوق يربان كدكتا مركان قبتنا دبا وموصون ومحايا لمعاسدنا واسكيلا لي. إذن هو شاسي بمسألة إجماعية عند السلف عند أهل القبلة وأنا مجربة عند العقلاء. شكوت إلى وكيع قلة الحفظ فقال استعن على الحفظ بقلة الذنوب بقلة الحفظ ما شاكنا يسا قلة الذنوب بالله الربا قرآن كنا وشاوت فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا قرآن كوي كبضا طائما معي إليه فلما زاغوا أزاغ الله دين ليلي مركز إلهي عاصدية لغو عقابية عقوبات كليئيو مصائبك الوسي دينية سيدو كلام مركز كيلا على سمعاسي ذنوب تلا حكور زاقية حفظي إي عمل صالح حتى انكاسر ربك قلنية. شيخ حول ويتولد الكسل وهسق حكرشا وكيما دا من كثرة البلغم بلغم كبنانشيز بلغم هو دعان كان أفك سوب وحين أسل كيسو كإيمانا يلابتا كان يميد كسر الاسماء صنببضة طبوين كان شركة مريا النف مرينت مجاري النفس لو يقن أما الجهاز التنفس اللي هذا
دعان كيما دوي ومركا افك صوبو حنايا يا سانكا ايو انت بدنا سمبها كيما مركا ما حنون هاتشيرو ام يسنشيرين دعان كنوع سمرد كوكوبتو وقيان كادو اوبتو مالي نفت مريسي شركا وقيان كوكوبتو حفظ كادو يراني يتولد الكسل من كثرة البلغم والرطوبة اللوجيدة يكيما ده ولذلك قيل وحالي إن النسيان من كثرة البلغم هل ما انكفر بدني وحكيما ده بلغم كجر كذا كبدن وكثرة البلغم من شرب من كثرة شرب الماء بلغم كبدن وحاكي نبي بدن ولعبه وكثرة شرب الماء وحكيما ده من كثرة الأكل بيبدن عبتنا وحاك اللي فوق هنا إن العنطب بدن عنطب مرك الرايشينكي والضبك غش ذا كدمنا ضبها تنا بيكو قبجس فاحترز منا انت ابا اسكيلالي انت بدن عبتان بدن يا بلغم بدن وحي كينا ينكفقوا اشياء تورث النسيان شيخ حد حقوق دبي مر هذه اللي كو دال وحي كينا يي حفظ يو في دوني كينا يي كو دال وحي هلمان يي وهسي كينا يي عجيد حق علمي انا كفقوا اسبابتك انت هلمان كو ربا انو وكتريو مرك الله سو اوروريانا عند أهل العلم وصدح سبب صدح سبب وي وحكينا هلمان كفر بضن أما أنا وحفظون وإذا كان عند أهل العلم ما كان أورورية وصدح سبب عدم التعاهد والتكرار شيء إن أذن كورقب أذن تينين فاتش فاتشونين كعل علنين عدم التعاهد والتكرار نبي وكيل عليه الصلاة والسلام تعاهدوا بالقرآن فوالذي نفسي لهو أشد تفلتا من الإبل في عقليا والقرآن ككور قبو كعل علية ودريرية وكتو كذا معايا إلي هل دبر أما النفر أما رتيسية الآن القرآن كوا كفك بدنيا مرك عدم التعاهد وعدم التكرار ولا إسراعيه دي لك لغة أفر بين نقدان إن هذا شيء كعل علم ويدو وكل نقوم ويدو ويكنتا كثرة المشاغل كثرة المشاغل هاو شاذا بدن كشان الآن بابا كويس وقت وي جانس ما هي سيد ميل اد كسو غدا الله ده لبي طبن بعد الفجر بعد دقائق مخرب في تهرات صو دعي ادو نفتو كايس بلق قرم وح مراجعين قرب محفظاتك ديبو فيرين كثره المشاغل ولا اسك يريا هولاس سبب كصدحات عدم العمل بالعلم شيء اد برطوت كو دقمي ويدو هذا اذكار الصح والمسالمه اللي محاكيني اذكروا صحيح المسائل لما يقلوبه فاتح لما يقلوبه عمدين ياسين ما يقلوبه محاك هنا التعاهد والتكرار بضوي ام بضن بالاخرية لقوع العلين اياه ويسيد اركان تدل لما يقلوبه محلو يقلوبه محلو يقلوبه لا اياه ها والو رقما مالك الشنقر ما لحقوا ربط وانقر دو يستال غيابة أركان إلى ليس أركان الصلاة اللي ما هي المام تير هذا هذه اللي أنا ترقو دقفت ولا غيابة لكن تذكو قبل هذا ما كرتا حرش هذا استاج فات هذا الركوع ده اعتدال كسجود ده طلبات فرق أول حياة ود ودريرين معايا لي لكن ما قوي أنا دقفت ولا غيابة وإن كنت رصني لكن هذه الدرير اللي يقول هذا كوب بتقبل الله بوضع ميني محاكينا يا والعمل بها باكينا مركا عدم التعاهد وعدم التكرار كثرة المشاغل إيوه عدم العلم عفوا عدم العمل بالعلم صدح هذا السبب أصل أه القرآن كنت المام أشياء تورث النسيان وحيابك كل حلسية هلمانية إلا وشف ربضا والله بس سبب أسباب النسيان أسباب النسيان وضربان عند الأطباء وأهل العلم طبيعي ومرضي نسيان لبمدون ويومي طبيعي وبشر كبدي إنما سمي الإنسان إنسانا لي لنسيان وأول من نسى أول من نسي وأبونا آدم عليه الصلاة والسلام مركا كهو طبيعي لصمه هيستو بشر كونه وحلمامه وحافه وحوران قبته وكرمه انتو دون ما لقى كذا وطبيعة بشر بني آدم متك هذا خطرت لقى عري ومتك مرضي قا متك حنونك أوي متك حنونك أنا وحاكي أنا أسبابتي علمي أهيد وصدح لان كوشي أسبابتي علمي أهيد وصدح داس أسبابتي السيحي أما الطبي أنا وحنون مسكحة كدعة حنون دماغة كدعة باشا مسكحة فردي زمايا رجي
xanguulaha wixii ku jiray baashaasa yaraanaysa dhaawac baa gaaraya cilad caafimaad baa ku dhacaysa dad hilmaanka dhan uu xusuustu ay ka tagto ma arag idan labadaa sabab wey sabab cilmi ah oo u laabanaya cadam tacaahudi وعدم التكرار كثرة المشاغل عدم العمل بالعلم هي سبب كلو مرض صحي وطبي او نقص كوي مادة يحنون كوي مادة دماغة مسكحة وكذلك مركا قلينا مرة حكا دقان أفر بيوقي بيا مركا يربان هنا يسي علمي وقه الله لصد القبط وعيدا وأفر سبب أسباب مرض يوه كل عذاب دماغ أما مسكح أو تقانا أسباب كرة غذائية نسيان وحاكيني كرة عنطال عنطو راشيمات عادي ستي عنو يا عبتانات عادي ستي عنو دوضة يا وحي كينان هلمان فربضان يولوش فربضان انت ان لقارين با حانونك كود عايي مسكح دا أسباب تغذائية أما أما حيبان لعبي أو خطر سن داوعا حفظ يفهم هذا الدعوة مسكحتنا خطرت كوأ وسكر تعد سكر تعد بدأ هذا الجوك تأيي كوه روس وافق هي أبه سكريات كلا إذا ذو إم معان كأ يحلويات كوا خطروا إسكي إلالي نو والبنين كوا هوشة كف كف جي هاي بو كفها ما في عيه ما كان لقى صوتك تي خلق يد الله ده شيء نينك هولها كف هذا هلمان كسب بدن ماي وح مدمر كي مسكح هذا إيو دماغ بابية وسنكرت عادي وح لها المال يكو أولق يكو أبترسل العانة مالا سكا إلى لي هول سال الماء مركة أسباب مرضية ضعف كوي مادة الدماغ أما النقص كوي مادة الدماغ حنون الدماغ كلها هي أسباب غذائية عنطال عنطي أما أدعى ستكي مادة مثال لو وايد نسي وذاتكم أحبوك الشيء قدونا سبب كصدحات وأسباب نفسية مثل كثرة الهموم والغموم والبهار كبضن همي كبضن حزن يتيران يدفر بضن وحي كيران هلماني إلا وشي كيران نينك صاحب الهموم كأ والأحزان والغموم ويقدم به وحا وكفكرها هي وكم مقاني هي هايستي ومحاني سمية وكوهي أيام مسكحي سقف السنة وحيابيك لو يبحها هي محفوظات كي وحرنوا تقيا مرك همي قبضان اي كتوكتي يو دي بكاسو كان سدا اسباب طلبات وافراد ومجربات وحيبا لغو اغادة بالتجربة وصاب عادية ونهد فهمك رانا قماء اسباب مرضية تصيب الدماغ اسباب غذائية اسباب نفسية هي اسباب مجربات أفرت أسباب لغو أروريا أدو حاوغها اللي وذات كم الجوزي كتاب كيس اللورنجي الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ كتابك أخرية باب قونوه الشيقي داوين كي يوحيابها فماذا كردية وحا راوعة وحا الله اسكا قيلا لي نختار نواها حافظ فقيه وفيلسوف نواها وذات زاهد عابد متنصق نواها مفسر نواها مؤرخ نندم بيسترنبوها إلا أنه كان مضطرب المعتقد بوها لما لها شيخ وحوري مركا وحوق قالي اسبابتي غذائي وحكى الشيخ اي مجرباتك وحوري وكذلك اكل التفاح فاعترز منها هذه هريده بصعوطه اسكي الالي عيبها الكسل وحكدشا من كثره البلغم من هريده بصعوطه وكذلك اكل التفاح الحامل تفاحا دنانا فهم ضرك يعني اي النسيان ومثل كان عقارك انت بدنا يا قنان مثل كلو وايرها معايا مثل كان برون كاما بنكي مين بك اسم حالي يا قاسم يا مثل كادو ير بنكي وير اج عنب وير اج كاسو ورويا مثل عقارك ايد مويس هاد جيت كن لقسو قوي علين طويل مثل كاسا انت بدنا قنان نوع قونو دنان باجرا او سي سي بتفاح كلا كدوان كاسو سوق هاد لي لكن هذا وحار وجد لكن ان سوره دويا ربا ميت دنان باجرا تفاح الحامد الى انه مر نقان وكذلك اكل تفاح الحامد وحو كان يورث النسيان
والنظر إلى المصلوب روح لجاي انتي اللي دلها ما سوى النول جيد لصاروا اللي حلا صاروا اللي دلينا في رسول عبار في رسول فماذا قلت لك تيده ومن المجربات صاب طبيعي أما صحي ماها لكن وحال لي وحلو هذا بالتجربة من نحن انت كينيسا هقضى الله ذا الروح زود الدلني من الكدعان وقصر عليه إن له قرده به من النفط ضد الدبا وحوايزة فهم هذا ذي حسوس وايز وحاكلو وقراءة ألواح القبر وكثرة بكتبتك على قرآن عند ابن القيم في كتاب زاد المعاد وكشيغي الطب وكشيغي نيك الله من الجوزي كتاب كان سوشيغي وكشيغي كتاب كيسي الطب الروحاني وكشيغي وذلك إيشي حنفق أصنوع الشيخ إسكالها بريق محمودية اللي رجل محمد برهان الدين الخادمي الحنفي أصنوع الشيخ وكثرة قراءة ألواح القبور أو القبر قبرك الوحيدة لقد 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 المذيع وحلقوا قرآن الآخر المانتون المرحوم فلان فلان ورد انت تاريخ هبل بدأ محاكو قل يا ذيك لوحي الوحي محاكو الضوء قبر كد القطبة وكثرة قراءة ألواح القبر قبرك الوحيدة اللي قد تنشو أخرين تولد بضيسه هل مرود انتظم جنازة بوقت في رسع الله اسم الله لكن أشخة قد قدته وحاكو تكتل لي فهم هذا يعني أبو نعزية ومجرب وأكثر هذا عرف بالتجربة هذا ابن قيم أكثر هذا معروف بالتجربة بول يكون تتريي أسباب تنوع أنا ودبغت كقلي وحوري وأكثر هذا معروف بالتجربة زاد المعاد كسيدا كويدا هذا وحكى لك أن والمرور بين قطار الجمال أورت الحريدي إن ذكر أحمر طبعا رتبة الحريدي شيء لباتن صدن نبه جانزنا يكوه رية ساس فيل بكجرا لما أحمر ولا أكون عارف أنا ما قدر أحمر بيدا دي كله ويحمل مسكح هذا جارا أنا هو مسؤول كمانني وحاكلوا كم ذا قطار هو حرير انت الجمال المقطورة نوال إلى هذا والمرور بين الجمال المقطورة أورت الحرير الشيء حرير انت واتقناه انت سينت على سكوحرا كان هور ماذا حيسي وقان كيسي كان كلا سينت على سكوحرا وحاكلوا فهم الدردك انت وإلقاء القمل إن شرت إن لقطر الحي النول على الأرض إن شرت أضقبت الدل يدو أنه هذا تورتو فماذا ذكاك عوي أوش أصنع خطر في هذا؟ بحاول بذاتي أوش أنكح الله؟ إيري ربنا باش يسمع الله الله يو باش ينجر تومد ما دام يد بتو مؤدي تاعي هنا إذا بحصلني بربنا ما نملك هذه ينجر للطورة يو يدو النور لو فهم بيلها يو بحاول ما لين ركب بطن با يعرض الجرم وإله سدوك والحجامة على نقر القفا على نقر النقرة القفا أو نقر القفا ومرك النقرة إلى جمعيه والحجامة إلا إسكت طوبان والقفها مبيلة على نق محبان كبود على نقر القفا قدرت كميش سادم بيت دولايشة شيء قدرت دم بقدرت ماشة قدرت جدنس ما يدارك لسكت طوب هذا إسكت طوب طوى هاليس حتى إن عقله كاتو طايد هو مجرب لم يختلفوا فيها تنايد هل كانوا مدوادو مرقي قادم بموييني هل كان قدار تصميد رقائز قشي قد كير قد كأه قدات كو كورا ماضو قورتنا اي صوقش ماشي اسو قد وان روحي لقطو بعقلي زواتاقا هدي هل كان بودا قادم انت افوين تاكتيا دوهي واكو مسكح دوه كتاقيس والحجامة على نقر القفا والاسكتبان يورث الكسلان كينه كثرة هموم نوادين سوشي وحيكو لو كدران وأكل سؤر الفئران جير كان بدي صول عونا وهاليس بيده دول اللي قصبت غنان هم بدي صول عونا وهاليس بالك ماكس كإلالي وليش شدبال أو يعني يرجعوا كير أو برقبات دي كير أو كولا دي لودا لا دجال بالكس رشين عونا ي عنتو عونا داد عنتو يقولون مت هذا عيرك الرفقوك بيده ودادو أسباب تنادل التري لقصوا بالله أكل التفاح الحامد إلى هذا كأضم بيا وحال جوريا من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث ابن عباس لبلا سحابي ولا جوريا
ابن عدي في الكامل، وكذلك صاحب ثمرات القلوب نو كان أصونا بسند بكو كان، لكن ضعف بالله سند بكو جرى يعني، وأثر مروي عن الصحابة علومتنا أي كل شيء في كتب الحفظ ومنهج ومناهج العلم أي كل شيء قاموي أكثر كأن خبرة قضوا عيسى أسباب النساء كذا منقوص خلاصي، أسباب مرضية تصيب الدماغ، أسباب غذائية ناتجة عن أطعمة عنتو، هي أسباب نفسية، هي أسباب تجريبية أفرتها سبب وهي كو علمي كان صدح بها هاين، عدم التعهد والتكرار، كثرة المشاغل، عدم عمله بالعلم. وأما أكل الخبز اليابس رودي أما كبس إن جانو مركا يابس ولا عنو يوز زبيب زبيب كتقانا ولا عنا على الجوع أضرب بهان أضعنته، فإنهم ما يقطعان البلغة ما داو كل شيء يا مركا داودي البلغة كسكيرين لاي بلغ داوديس الزبيب كأضرب بهان عن أرورته وكل حقوق كقاضو هذا قاس حنقة من قاس كوكعيا حموضة ضدك على شكولي وخطروي سكيل علي ضدك قو قالون كحسب أنا خطر بقية هاي مرك بدن وكأفوفة انتفاخ بوك أنا غازات بولي هاي هذا لعبت بيه بدن لعب ضد عن تبالك الزبيب على الجوع كعبته. وأما أكل الخبز اليابس وده عكس الشوق فهم ضره كنا بدن بوا خطر وعلى سك كوسارو اللي سك إيدامي لي. وأما أكل الخبز اليابس كبس أم الروتي هذا يوم مكاتبة تقارن إجاباتي أن سوقلها هنا الله عنه يوز زبيب على الجوع فإنهم ما يقطعان وحي ريان وقيا البلغمة دعان كبدان يشركوا كتيري دوقان وينوغان وكاي ريان دعان كوضو يرادنا فهم هذا بدانيس واثرادس وحل بوات كلانيس ما قد كتشرك هذا كلان وحوات قبانيس شيخن قرد داتان يسكن نقض يعرمدوك بيه قلها يعني بلغ بلغة وحوات قبان ماي وين الصوح انتو. وكذلك السواك الرمى يقول فإنه يقلل البلغم ويريا ويزيد في الحفظ وكرية حفظ والفصاحة تعرف كرواف راي ونن عظم لنا هذلي أو متكلم عن نقرس إريا كتوس أي جنجدي شكشجا كاي راني ونظافة أفكار الجود دار اللوتشي ده. وكذلك القي إن لسم التجيو ناس دو كنا حفظ وكرية بلغم كانوا يريا فضلات بدن بكاء مريا طيب بالك اللبان لبانته اللي جادنا آت بالله أما أنا حاجة حفظها لبانته لبان ذكر كباش اللون الجري آت لا استعمالا ما يديك ربرو آت بيستعمالا فوح إن حتى ما دي آت كون صتو أسوق الله معونك كره حنشان بالور رجاي لبان ذكر كي عربتو استعمالا وحوده ويا ما يديك بري يلوكاس آت لا جاي استعمال كندر نوال إذاك عربيان كندر لكن أونس أهم بان إنك إن أنفع يا فوحن بيد حنش هذا سمك رنيسان مسكح ذي فرطة أكسجين بدن بيمضى حسيسا نافس كيد تجسا حتى الله يسلي يركع صنو بوقصدات شذا طوال دقيس جرجا قعلة قاسية حساب بدن بيكون ترى فوحي وين لصوت قدو أنا مكوي قدر ما ضاب كيلان قارس كدر صدا تيقو مريض إلا كين هاي بايا بقول يا قارن بعد الليل ماشي في عليك والآد بيفي عنتاي هذا عربه وحكش ورشده أصميات بيه دي بقولي لقاعي إيبن حنشي دي بقولي لقاعي إيبن برفونا لقى سمايا كقال سنكو وكرو رنبا آد بيدنا وفي عنتاي فروتسك وحيابها يلو قا قيبته يلو قا آد بيوفي أوفي عنتاي فهم هذا بمبلا ذا بالك برتقال كاتر هذان ببيجا عنبها كاروتك حبها النوع عسل فروتك أما الناتسك مرها يلوغا آد بو فعيا هيلبك فهمدو كرديا أصغونا هيلبك عرّب حي ربان مصقح هنا إذن كرده هيلبك عونا بحذي الكرتار. وأما طريق التقليل الأكلي طريق تقليل الأكل عمتدى قاب كذو يرين هدي طريق كذو عمتدى الله يرين لها اللي عمتدى بضنيد وحيك أنت بلغم بضن بيبضن لعبيك أنت بيبدون اللعبان وحي كان بلغن بضن بي كان بلغن نوح كان هلمان يفهم الآن سيلو يريا التأمر في منافع قلة الأكل إن في رسود لغة قرآن ساتو فأيدينك كتير عمتد الله يريا يا كوكا شيء مركز فأيس أغاتو بادي ليس نخاتير تويدي أغو عمتد الله يريا فأيدي دي محا كتير وحصل لك هلا كان لك هلا كان لك هلا ساسد نقن مركز يرين كرتا وهي منافع ده قلة الأكل كذا لطنا
الصحة عافمت بالله هلا مرن ملها مدايدا والعفة دور سنان بالله هلا شهوة البطن والفرج بات ياتكن نزني قاد دركتو واد ملبسن هذا لكن قاجي زنتا يحاول يوير دقيسا العفة دور سنان طيب يوال إثار الدورد للدوره ووحي من تضع عدك لو دورته يعني انت اضوق عنه لهي عدك لو بانسي كان عد كان عد كان روحك لك عاو إثار قد برته دور صني يعافمات صدح ذا فإذا هو وين لقيها لا قلة الأكل انت أمرك أدوقاته واتكتك إيسا قيل وحالي لفعار ثم عار ثم عار شقاء المرء من أجل الطعام وحا عيبة أو عيبة وهدنا لما شاء شقاء المرء الروح ونف بحوين نفط كقب حضو من أجل الطعام إن هذا الرفادو أدي دؤون وسيد الضميركم شقيس إن هذا حون عنته هذا عيب كوين مجرد نعلوش نرلع عيارية ومشكله وأقوى أسباب الحفظ أسباب حفظك كي ينتمد أوه وين وحوق بنا الجد الدلال والمواظبة الجوكتين هذا كدال عشر كي كعل علنتيس هي أخرنتيس وتقليل الغذاء انتظر الله إسكير أيه وصلاة الليل نسك الدنبول التكذو وقراءة القرآن نظرا لا ظاهرا قرآن كل آخريه نظرا مصحف فيرين لقى آخره هذا كتبك إيجي أظن دش كدرينين قراءة القرآن نظرا لا ظاهرا بالليل هذا سلف كنوا يكو إجماعين أن قراءة القرآن من المصحف أفضل من قراءته ظاهرا هذا قرآن كدش كهية إن هذا كتابك كآخره ذو هي إن أدريرسو وحكا خير بن عند السلف الصالح إن المصحف كأخر ذو سلف محاجر الليلي إن القرآن كدوش كأخر ذو كما مرنا طيدا إنت بضا من الرياء إيقا نوو إئدهم هاي باكتر تيدا القرآن كي يقول جوك سن مهاي حادا إلى آخر نيس مياه يتقانا نانيك سيدا ذو لقمو وايدين إلا نادرا مرحطا سيدا طاي دوشو بات كهي سيدي هين مركز مطر دحت جوكتين مساجد جوكتين ميلها كتابك كآخري هذا الحين يزكوه يسو عاومك تقول قاعدتك تقول كذا كل حرية هاي مركز دوشة كدر إيري إن عندك وقيت هدو مركز واقو برينا حالة آيات بيقو يستاكتين بالمسك وزوقة بعنا ديه هاي ذي بلان أعرف ما نقاتين وهاي سميد بعز جاي بل آه أنا قاعد نديه هذا كور باوشة ذكرها الله يفهم إيسان وحنو تشيد بل بعض السلف وحيد هذين قراءة القرآن نظرا لا ظاهرا فض قراءة القرآن نظرا كفض الفريضة على النافلة هذه انت الصلاة فرضة كأجر بدن هاي صلاة سنة أيو قرآن مصحف لقى آخره كأجر بدن هاي أسوق دوش اللي قدر يري ابن مسعود وحكى سوقا أديم النظر في المصحف دائما وجوكتي إن المصحف في رزاق أحاديث مرفوعة ويكون ماذا البانو تحسيني بابك إذن مرك القرآن ك أو إيش لما ريو لغو أخريو مصحف لغا أخريو فهمدو كردية حفظكم حجية وقيل وحال إلي ليس شيء أزيد في الحفظ من قراءة القرآن نظرا بل وحاب الليل وح أغفي عن وككرن وحفظك مجر القرآن لغا أخريو مصحفك ويطلب المتعلم العلم ما المها أدرس درسك بحن أما أتشيدين أما أتقاذن بوشوق هذاك الله ما المها كتل ما بأجور كله قطع دارا يوم الاثنين مالك سنين تا فضل قوني أكو سنين تا أيضا سيدة وبركة سنتا لكن درسها لا في رسالة دليل وما هي إنه لكن ما دام ما يوم مبارك قوي هاي درس يقولوا في عيني هاي ومعناها سوء كذا والأربعاء مالك أربعاء وحفظ يقصوا أرور ما هي إنه سيدة ضبا بل وحلو بدن يعني يوم نحسن تاي تضبطنا اي شيغان تضبطن با شيغا ويدا مالك مالك قطرو ومالمي ريع عدل الرقي في ايام من نحسات وي في يوم من نحس مستمر وي وذا دا وركا دلدله لكن اربعة فض اي ليدا ايوه حمان اي ليدا لم يصح فيه حديث وحديثه كو صحي في فض الاربعاء ولا في ذمه مجرو مد الله بعد مالك هذا يوم نحسن كوعة
نبي أطها يوم سعادة مالك إلهي قال الرغي مسلمين باب بيرقها بدر مالك يكون شبين ها أنا قاعد أنت تمنيني ما قدر ما كيسكون دحلان بالدور بانك شنينا بلا يوم كيدو كوكو فردو أو عدو نبي أطها بيرقي زي النعمة ديسي مركب مال إسكي يوم نحسن ما بتجربه نحسن هو مصيبة دي بلا يدا أما مشائم أيام النحسات أي مشائم لباس يستوب بلايا مستمر كوا وصفي للنحس لا لليوم سيد الراجحة نحس يعني عقابي عذاب لتشوكت يوم ما المسعود اللوج هذا ما مالك أسوي يوم النحس أما سيد الراجحة في حتى في تفسير قصي مشغول من النوشة المهم لكن حديث كي أبي هريرة في صحيح مسلم كشكين يي مخلوقات حلق الله أبو ري مالن كستوح الله أبو ري يوم الأربعاء النور كالله أبو ري بشكل ومال النور يدب يوم الأربعاء وخلق يوم الأربعاء النور علمي قونا ونور وان لقوا أديه مالن كالنور كالله أبو ري أربعاء هل قاسي بكفي عنا نيس وحلوم ما غير كجر تامش والخميس خميس خير وذاب اللي يسمى الوي تقانا يدى الله صفراء هولا بطن لقبتاه تجارة الله بيك سدا والجمعة جمعة الأسويدين ما هي محلقة تجي لابد ما الموضع عيد اليهود عيد النصارى صادرت مالك الجمعة إن عطلة الله قدقو والمسلمين تكن نستان دروس تيها ولها وبدعي لقصوقات يهودي النصارى سلفكم ما يسنقون بدعي يهودية نصرانية يهود بأصل إسكالها هيد إلهي سبحانه وتعالى الحمى الموت بك أبو ري الدونك هي مخلوقات كمالك تضبادنا انتو الداليب والنستي لهذه إلهي نحو ومسنا من لغو ظلمي قودي عبد الرضا دي ويفجور كودي رقن حمضو هذا المركة أقول الحمى مصوشة قيس مالك الجمعة لنا آتي روان نصان هيا عشر إي علمي من نبقى جوجسو هيه وحد شبه إذا صادرت ولا دوح كعلان ترين مال ما هكين لقوا آدون جمعان لقوا آدون وما مال عيدت وما مال فضي بدن ما نك الله شقيزان لا دعاء الله قبل لا علم وسعون لها بأي وهي حق يدو فريسان إنسان قحوة ميلا ولا فريسان إنسان بده المهم نفاس كهذه هذه الجانس كهذه كحران تهاي مال ما هي إله مال ما بركة إنسان كل ود وهي مين مكدقو هذا مال ما جينا مال مال كفي عن يكدقو كوا آدس العولة إيش نقوم إيش قل يا رب بدعي ضافية سوق لي سيد حديث كوستو كوشيغي وحديث ولي أربعة جابع حديث كوسابس يوم الأربعاء يوم نحس مستمر كاسي وحديث وكجر إبراهيم أبي حية ومطروق عند أهل الحديث إبراهيم أبي حية كجرة بل أبو عوانة في مستخرج على صحيح مسلم كوشيغي صوكو خلطمي أتاني جبريل فأمرني باليمين مع شاهد وقال إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر من حديث ابن عباس بالقوري من حديث علي بالقوري كلها وضعيفة وهي ضعيف شديدة الضعف عند أصحاب الحديث مرك هذا الحديث كما أصحين بابكاس لم يصح في فضي هي الأربعاء وذمه حديث عند السلف عند أهل الحديث سأسكوك هذا وهكذا عفوا فإنه تيسير له ما المهاس علمك أو طلبها فضين بأوتها وما المبر كيسا هكذا روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ذكره حديثك وحكوش يا أنس في الخلاصة خلاصة الفتاوى ومن كتب الحنفي وحيبا يوكل فإن بدنا نقول عليه كتابك وحاسكله وذات حنفي وغزالي كدم بيي وحانا أم لينا يا إنو ينيني محمود ابن عمر عفوا محمود ابن محمد ابن عمر الجغميني أردن تيليح بقول ثماني سيدة هجرة ننكا وحوليه كتاب لمنهاج المتعلم بوليه ومخطوطة غزالنا منهاج المتعلم بوليه وكان اسكو مقعيهين وذات كلهم مجهول وقرنق اللي حد أصغنا كتاب مقعال له كتاب كان مثال ذي علوم ذي سمعين نقدين حنفي ومحنو آنينا وذات حنفي مدك الله بمي لو حنصوم مرة إني من وش يكدم بي غزالي بكدم بي هدو غزالي يعني من كاسمون ما شيئين اللي غداب غزالي يا نقوني مركا يدا سابق نقوني لما لها
muhiimadu baan iga qusay mid labaad waxaan codsanayaa in kitaabka la khulaaseeyo taad khulaaseysaan oo hawlaha badan ee xogow ka saartaan in yaro thuluth oo qiimo badan baad idinka soo baxaysa oo manhaj ka dhigataan oo dowraadka lagu qabto macallimiinta oo laba maalmo sax lagu khulaaseyn karo hawlaha fara badan ee fadalaadka iyo xashwiga laga saaray in yar oo dhuq ah meydhax yar baa laga soo reebay قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء مجر يبدا الا بالله في يوم الاربعاء الا بالله الا وقد تم ودمستر ما محقق حولي لم اجده هكذا حديث كلام جابر بن شيخ حديث كان انس هو شيخ وضعيف جدا وحان الشيخ برهان الدين برهان الاسلام الزرنوجي يا شيخي عن شيخه المرغيناني عن شيخه قوام الدين احمد بن عبد الرشيد الى اخر السند وحديث اي حنفيه كالوريه حنفيه كلو كتبتوده كو شيخ حديث كان انس مركا ربت ان اد هشانا ما من شيء بدا بوعان كو يحي يبدا ودمشا بدا ادات رادا خانه دات غريزو وخ لوو باره مكتبه الشامل واد هليسان وخ ولاد كو يحي وخا ملينيا سيده تايبو كو غلي ما من شيء بدا بوعان كو يحي في كتب الحديث يو ودا ده وري حديثا نبي لو تيريان سل ان سل كلا هي أما أساند الله لكن سندك حنفية الشيء هكذا فعل أبو حنيفة رضي الله تعالى عن أساس يلي تروي وعمرك وح بالله أما درسي بالله بيو مالك أربعة وكوب بيجي تري والله بيجن تري وقيل وحال إن يوسف الهمداني ونن زهيد عابدة من الحنفية نأه وقف وحوججي كل عمل من أعمال الخير عمل كالصوع ماشى خير كمذا وحوججن تري إلى يوم الأربعاء لقى جارهاي نوبل له شيء خيره ما أنت بلان أم بلون هوش صونك ما أنت أم بلون كتاب هبل سجى وقرم وسنين وحد سجى ثلاث أربعة عن قرن أربعة ليش سجى جري شيء خير كأنه بالله وذلك أن يوم الأربعاء يوم ويخلق الله تعالى فيه النور وما إله النور كو أبو ري أربعة صادر تدبل جو شيء صنور يشو ولا ما يستلمه أيو كبيع جري مناسبة سوفيرين جري حديث كأبي هريرة ومرك هوست كل شيء جي حديث كاس نوا حديث سوغان سيد الراجحة ويع اللي يوم ده قارقود في صحيح مسلم حديث الوقت نقدية مسلم بكميديا لكن سيد الراجحة إنه سوغان يهوي التكرار قص الحفظ إن الوقع العلي الشيء جا وأصل كحفظ قص هو شيء أساس كيسة ونجح وحكى أساس ما ماشي وحلقه أنك لقى بالله وأما قدر السبق سبق هو محي وعشر كي هرمرا سبق الليل هذا ما له ربع أنت القلايس عشر يعدب والله يريستا ثم القواعد بكلا المعلمين طوب والله يقرن عشر يعدب والله يريستا صدر أيوه صدر أيه صبح كباب بدن بالي عيد هين صبح بدن هذا الدون كل الرجوي مركا عشر كوالله يريستا لسكم بدي وأما قدر السبق مقدار السبق انت درس قائم مقدار الدرس هو عشر كقدر كيسو فينبغي وحاب للمبتدا انك باللوغه ولا كلا ود بدن ياهي ان يكون انه نقضه قدر السبق قدر ما يمكن ضبطه وحسو رجلي انه قبطه بالاعاده مره هل مره كعلس عشر مركات كتكت هل مره كعلس اد كحسن كرت وضافت ما انت كلا برقات سوما ونقونيا سابق بو نقونيا عشر صدع ولاحق هذا جون وحاضر إذن أنت عشرك رب اللاعبين كصوب حد الوا شيخ إيكا إيشان مريا المرمى المرن وتي ديني سمعي مرخ روح حلوق بطي سيف يعونا ونا يرى أو مرة الله باجر الوعلي ويزيد كلمة كلمة قدر يا ما بمقدار ما حصل حفظه بلا مشقة إذن هذا العشر كي رئيسته oo hal mar aad ku cilintisa aad ku qaban karto hadhow kolba waxa ku darsanaysa ay ku sahlan tahay inaad qabato adoon ku dhibeyn laakiin cashir korood qob girir ka qabto oon sugnaanin oo di ku cilwiya aad ku rafaadayso ku cusub qaado waxba ku socon maayo dib u fiiriyo waga luuca wax ku dhigan jirtaan saas u shaahid wayaziidu kalimatan ay jumlatan baloojo cashir dambu qaadanaya bimiqdaari ma xasal xifdhuhu oo la'eg wax xifdigiisu ku hirgalay bilaa mashaqatin mashaqala aan wixii dhib la'aan aad qabatay wax ku aadan ama la'eg ama ka yar baad maalinba ku darsanays qiila waxaa la yidhi asabqu xarfun waltakraaru alfun
عشر كوريت كتغيسي وحد كدغتا هالحرف يرى يسوي كعل علنت سنه و كون كدك بدي انت بدي كرت شيغا على ان بدن كعل علنين مالمو كولا جوغا مالمو كدبنا اسبوع كدب هذه المامي بيل كدب وتغي كون ملها غارسي هذا بيت بيت وحفظنا يسوي منظومات كي هذا شنشن بيت كوكو حري سبا لما لما بيت بافعان لسكو حرو كدي من مكات طبنا قوسو اما شن بيت قوس مالك اما طبن بيت مالك قوسو لبا لبا وحفدي كيبه وحد كعليسا ويران بقول جير ودا جير كودو ودا سوكدانا كعلي افرتن جير بقول افرتن كا وحد كعليسو لبا سنه وكلا غاداي وخي كدنباي انو مسؤول كمي هذا اسكحرين ويكلتك هيا مثل بقولي بو اسكحرك وحور ربا انت اللي قول علي مركور ان لئين كدو هذا بيت بيت وحفظنا يسي هذا الله والله في مكور ما كده بيت كل علنا وانا اثراعش كدبنا مراجع مذاكره بالغ الربا ويكرر كل علنا هيا ارضي سبق الامسي شل درسي كهرية خمس مرات انتو سكوع سب الله بقى الله شن جرب كل علنا وسبق اليوم الذي قبل الامسي درسي ما شلي كي كهريها ودر هذا كله در هذا كله أربع مرات أفر جربك علية وهكذا إلى واحد كاكي كسي هريي صدح جير كي كسي هريي لبو كي كسي هريي هالمر هالمر صوم حلو علي ما المهم قدم بيا لقون قنها يسبو لقون قنها أنا هو تقنن درسي شلي مبلغ بحه أرضي موقف قال لي مراجع جود دبك صوب باللو أرضي قال له عشر بكفر ما يعركوا لما حزب على غارب مان والبا أما أما شن حزب أما جزء أما لما جزء أرضي يا عشر عصب والله بصفعة أما أفر بيجا رفض وأقول معلمين تذكرنا إذا صبع بالود شري عشر كان أرضي قوي ريسن شري وحصو قرآن صون قن شري إذا بقرآن كله يريش حفظ قيس إذا بالله يريش لك واحد واد خربت هذا أرضي وحركة شهر اللي حسنا تضبصنا قرآن كا دبتها أغن ونولي حفظ جزء إتقان ننسو وحكا لنا أنقبن اسكولات كلا قرر يبي مدارس اللي قرر يبي وحو دوالت كوا دلالة يا قرآن كي الدين كبير ربار لكن لبك لا هايست وملك لا كايست مرقع علقة لنبان والدي ومعلمين عد إلا وقر غادي وبانيس ويجب عليه واجب ان يكرر انه كعل علي كثيرا ان بدن بعد الحفظ مركز ماده الحفظ نثرا ونظما اضقبت كدب هذا نكون نقنقو فانه نافع جدا تكرار كادم بمراجعه ذاتي اد بفائده بدنتا ترى اسكا غوس هذا دون بيت ما انت وسالني انت بقول كان اخرين جدي كنت ما غدي خطا خطا وفوز واجد دمر واد قعدوا دم تبريس اكو غوناتو هات كادو هفوضو كون جيران داخلو شان بقول امبر ان اد كعليس ما حد قبطان ضروري ان يميل ولا فرس ما يكون تري الفيده اوغو وين اما اوغو ادق داد لبا بيلود كلا دافي ميسا داد فريسات بيل كلا دافي ميسا داد ادو من فهمي زي رونتا كدي مود مراجعين هبين قبل مراجعين داد ساعه وصال صدوره ايش الله سومر يا كل جد wixii kugu istaagana waagu muku bari ya kitabka laga dacweeyaa waaga dambay soconi sida quraanka uu qabtaan u qabta manzumaadka iyo muqtasaraadka qala hamad huuri ustaad abi hanifa rahmu allah ta'ala fi dalika arinka wuxuu ka yiri hamad kaani labada baydna mahli bu muhaqq ulay waruntii wuxuu waya hamad kaani baydka iskale wa hamad musma'il al-ansari hamad musma'il al-ansari as-saffari al-hanafi wuxuuna ka wariya sheekh isa قاضي القاضي خليل ابن احمد السجزي نكازو كورياو بيت كاسكله حمام بن سليمان يا شيخ ارضي سابي حنيفه ما اخدم العلم خدمه المستفيد وادم درسه بفعل حميد واذا ما حفظت شيئا اعده ثم اكده غايه التاكيد ثم علقه كي تعود اليه والى درسه على التابيد واذا ما امنت منه فواتا فانتدي بعده لشيء جديد وابيات دير الى طمن بيت كدوي انت نو كسو قاده شيخو دم لها اخدم العلم خدمه المستفيد علمك هو اديك سيدي نين دداله وحبرنا خدمتي يا اديك مستفيد وحفائده زنيه مفيد مستفيد بيك المفيد هو شيخه يا مدرسك مستفيدك هو ارضك دارسك
وقدم درسه درسيس يكون علنت يسيء بريش الجوكتي بفعل حميد فلوناكسن أي محمود لما تكرار إعادة مراجعة. وإذا ما حفظت شيئا أعده هذا وحكق بطل قيب حفظ علمك كعلي ثم أكيد هذا الركاد وأتكي غاية التأكيد أتكين يلوجين مد قدام بيسي ثم علقه مال دقور كي تعود إليه صدق الله بطيون ينكافقان محفوظ كونه كليال هم يرين هترترين أكويا لكتابك هبحنن كتابك أنوان حفظيه إبرادو قاضها دي صدق النقطة كي تعود إليه وإلى درسه على التأبيد. وإذا ما أمنت منه فواتا مركض آمن كالنقطة إنت إنا يكون نافتا أما أهل ما أنت كآمن نقطة بالتكرر بالإعادة بالتأكيد بالمراجعة فأنت دي بأقود بوري بعده أنت كاد بدل لشيء جديد شيك لو أسيبه حقا سيئات. ولا بد له أرضي وحان لغم أرمين من المذاكرة أي مراجعة العلم شيء إلا مذاكرية ليس حسوسيه من التذكير والمذاكرة ذاكر شيئا لا إلى ذا فمفعلا إذا قدرت أما أدوك كن نغنقه أما عدك بهلبة علمك مراجعه. والمطارحة مطارحة هو إلقاء المسائل بعض إلقاء القوم بعض المسائل بعضهم على بعض وأين نسطر طره لا إلى ذا هي كجواب سؤال جاس أدوك الجواب لا إصلاف صدوه لا إسم امتحانه علمه كسقنا ذا درس فقه بطورد عند الطهارة وحد أرضي صاحبك مقوي أركان ذو يسدا أنا 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 وكانت شبان طالك سكوك استعد أنت أقود درسه محبوري نواقض الله الشيخ مذكر ومحو إلقاء القومي المسائل بعضهم على بعض طارحه الكلام متعدنا والله استعماله لازم له كل مادة مطارحه هو اسكتورتور كمسائل للامتحان والاختبار وللمذاكرة وحكفي عنا مجوطة أقود درأ أقود ناكس شمود برحمة الله تعالى على عاله وحولها هذه الصلاة أوت كذو أنتوا أتركوا لما يسمو نينك كحيو سؤال ديني ويديني إلى واجد ما أردتي سؤال كعرر ترين شيخه إن يكون جربت كذار صاد وكبحوا وحيرا أتكاتا لما يسو ما حكم كذا وكذا بكو ويديني حقا نينك حيو نوا ويديني مدق يبدح كالعربة كذا واجد ما نمن الصوبة سؤال شيخ هذي رجاش هاي هذي حديث هاي هذي فقه توديار هي عربية طيبة سوبر سنتر لك العرب يا أرضو من السؤال إيش ويديان لا إيش امتحانه لا إيش أبصر إنك دكتي سفاهم ليس فان كيس القرآن صدو أذوق أذ مراجع يسو ما نقول امتحان جري كلية سؤاله هي كتب تلام مراجعي والمناظرة إن لقط ضوضه وعلم قال لقون نقاشه ما أخذ الله إيش ويدي الدلائل كل إيش ويدي يو المشاورة تشي وحيس ويدين لإظهار الحق أنت هو معي حق إن لم يجي الله تشانيا محلو دو ذي حق إنه لقعد الله برتو إنه فريستو. وفائدة المطارحة والمناظرة أقوى من فائدة مجرد التكرار أرنتي وحس ويدين يا النقاش كا هي إن لا ضوضة بابك أنك لا ضوضة وخوص نانية هذا أدو اسكفر لهذا المسألة فقية صاحبك اسكو قبطان وحاط صوب باري ويسعون فيسبوك اسكر الدية ووضع واجد المسألة حتكون قنيسة فريد باتكون قنيسة مذكر مناظرة أدب في عن طاي هدي أنا مركا شروط هذه اللي هلو هي آداب تيدي الله أقوى إذا كحوك بدن بور فائدة علم ولا سطر طورة ولا سطب ويدار سد السؤاله من فائدة مجرد التكرار كل علم كليه وسك قيحا وحكى فائدة بدن مطارحة هي مناظرة ذا وقيل وحال ليدي المطارحة ساعة هل ساعة ولا سوير مسائل سكتر طورة ولا سيمتحانه ولا سطب سدو خير من تكرار الشهر بالبدن علم تيديك خير بدن. وإنما تفقه أبو حنيفة أبو حنيفة فقه يزكم موضوع كو وحبرت أو كو برموصي بكثرة المطارحة أرددس رق صاحب ليس من سؤال بنبوها شيء واضح هذا قال الضوء كي شافعي يلا ضوء أبو حنيفة يقول تير كاسي وابر بر بكا قدي سوكر دقا حد يقول وابر إنه بر يهيب كتصايا حقوقك يعني محاكو سوق تسيكو وقاتي إن ده كان كوارك إن ده هذا أمر حقوق ويرشطها أما إن ده هو النبى قبطة فلسفة حقوق فراهية إن هذا مركب حقوق القدوة صدرت والناس عيال على أبي حنيفة في الفقه وكي أورنجري شافعي غير كيبة. وإنما تفقه أبو حنيفة
ورحمه الله تعالى بكثرة المطارحة مسائلك أرضها لو يديه لو امتحانا أما أصحابه لو طوره والمذاكرة وحيس ويدين في دكانه دكان كيسي حين كان أمك أها بزازا در إيبي ربك شقين جرون ننقن عصوه التاجر ودرك إيبي أيوها بزاز كوان ننقن درك إيبشة. السفر في طلب العلم ويسافر أرضه المتعلم وين صوم الرأي إنه بابك حقه قيئة ترتيب كوبانية كمتة كتاب صبر إلى لبق قرب سعلي. ويسافر المتعلم في طلب العلم أرضي وحبرنا يحوص صفرها يا علمك طلب كيس إلى أقصى البلاد بلاد ما يشأش شيسة هذه علم الغش ما يلهبلا وآدي آدو فقود آدي أي البعيد أجيدة ملاف ولو سافر هب الصفر وإن سافر وإن سافر هب الصفر ودخل الأرض كلها راجلا أضل ويني وضم ماذا فك فك بلاد فك فك قبل لقى عرضه هذي علمك وكل قاله لق بقى كنت تكتدي إنها تكتوي معايا لا علمك وح ما الله قال لحنا يا أمي وح الله قهر يفك عشان الله ما عروي فيزا كوي حكي وحال قوري عن شقيق من إبراهيم البلخي ونفقه الزهيد عابدها في خراسان في أفغانستان بو هاي إيران با أنه قال لابنه ويلو دريب حكيري لو أن رجلا سافر من المشرق إلى المغرب هدين أكسفره كسعود على بري إلى قلبه واستفاد في سفره سعود على كسيد رأي بري إلى قلبه أنه سوف كلمة واحدة هل ورد هل مسألة من عالم من الدين كي يقان ما قلت مرهم بدأ أن إن سفره ضائع سفر كسوا خسارة مرهم هذا أنت بري كسو سفرته قلبه آتكته بري مكلا قيمة هذا الشام يقول كسا قلبه آه القادة آتكته أما أنت عراقي يقول كان شام كسفرتي النجد أد أد هالكاسيو عرف كأدونك ومغربي الليبي يقول كأد أد أما أندلس بأوك أندلس بأتت المغرب الأقصى أد أدو كلمة أد سوف إذا يشتو مرة هم بقولين كسفر كيسي وخسارة محايل هالحديث بيسحابه وقصفر من مدينة إلى الشام من دمشق إلى مكة أصحاب رسول الله كجابر الرحلة في طلب الحديث كآخرية خديب البغدادي كتاب كيس إذن علمك هو شيء قاله وان الله مري ملك استوى الله مري وحكي وحال لوري أن خلف من أيوب ومن أئمة الحنفية رحمه الله تعالى أرسل ابنه من بلخ ويلكي سوى حقدر بلخ بلخ أفغانستان بعد قتالة أرسل ابنه من بلخ بقدر مقال إلى بغداد وعاصمة المسلمين تمركا أهيد بغداد هذا تاني برتمها قتال المسلمين تا أدوك لفقه تقريبا واروكونا كيلومترو للتعلم إنه حكسو برضه إنه حكسو برضه يقدره فأنفق عليه وحكب حيويل كبير كيسية خرج كيسية ماشى أنتو تشوقي 50,000 درهم كنتن كون أو درهم في ضاع كنتن كون أو درهم في ضاع مهلي كرتاري دونك فلما رجع مركو صلى الله بتويل كيسي نينكو وشيخ أبون وانا عالم الزهيد وعابد وفقيها قال له حكويل ما تعلمت أبو محط صبرت حول بدن نوان بحشي وأن خوكم عصره ما حد صبرتي ووالد حساب طبي قال وحول أرضي ويلكي تعلمت هذه المسألة مسألة أنا نسوي فهمي بروح كلام هاي وهل مسألة كنت أكون الدرهم وفي دار ولا قبحي ومعيت المسألة ذو إن الزمان الغسل لي حلق قبيسك قبيسك حلق يسوع قبر ودي جمر خوكا كقبيسنا يسوع محسوب وحكتر سيني هاي والله حسابها من الطهري طهر بكتر سنية مركي قبيس دي جباك قوي جوادي قبيس كحلق قبيسين مصوشة يكجر تو أما برنان كإله يكو قبيسين يسو حلق أيضا محائضة مسوى طاهرة زمان الغسل محصوب من الطهر بنصوب برتيبور في حق صاحبة العشرة إسلام تدي جو طبعا ما الموت كوجعي طبعا ما الموت كوجعي مركي قبيسين يسو حلق قبيس كوا إن طاهرتها يبقى على حسابها قال ما أهان يديك قوديسي يعددي وحاصر دم بحلقة سوقاتها إن طاهرتها ومن الحيض والزمان الغسل محسوب من الحيض حيض قال قلت رنا يا فيما دونها دون العشرة طبعا كي ردوا كوكو أين زمان الغسل ومحسوب من الحيض هدو طبعا ما الموت كوكو أين زمن الغسل ومحسوب من الطهر مئة فانتين وركاس مسألة أسان سوف نقول كجيل شيخي خلف محيي المرك قال خلف وحيي ما ضيعت سفرك
صفرك هذه ماذا نضيع؟ مسألة دقيقة في الطهارة وي، ومسألة دقيقة في الطهارة في الحيض. مرك هذا علماء العاية هيا أما لقوا كتمها هيا وحالة علماء النفاس والحيض، علماء الحيض والنفاس، الحيض والنفاس والدين تاني كمتها. لكن مرك لقوا كتمها الوجود دي جانا يحاوي مرك أنت نكون نف بعضه مقاصدي أركان تشرع لك هو وينين أضيع ضاع ومركز ومرك أن يدقوا عاينه. لكن كباب أهم باب علمي والدين والقيمة بدموي أصل كنا وحياه كتوسا هيا ومرك مثالك ينوك المؤلفك ومثال حنفية مثال حنبلي أما مالك ما شافعنا ما حنفي وحيقبان وحيقبان أقل الحيض عندهم وصدح مال موت أقل الحيض وصدح مال موت يهبي ندودي صدح مال موت يهبي ندودي حيض كوكير هذا واستحاض ودبر فرن ودم فسر عند الحنفي حيض وإنه قاره صدح مال موت يهبي ندود هذو كيري هاي حيض ما هم حيا استحاضوي حيض وحاقو بضان قبرنا انتو هايو طمان مال موت اكثر مدة الحيض وطمان اكتر طمان وحي كاب بضان هاي واستحاضو هذا ديجي مركا دو طمان بريكو قعو قبرنا مركا قبيسان ايسو قطعا وحي كجرتا أما وطاهرة طاهرة طاهرة ويديك بك ما صعده أما ومستحاضة وحيد ويكسر لا بقربة صادرت بالغيوري زمان الغسل ومحصوم من الطهر في حق أي في حق صاحبة العشرة طبعا قبره كواقع ومن الحيد ويكتر سنتها ومن الحيد ويكتر سنتها فيما دونه وحي طبعا محال يالي لما هو بوي أقل أكثر مدة الحيد محيها طبعا سديد بريبو كوغاي لبدا ما المود دنب حيل وين نكون كرتي طاهرنا وين نكون كرتي لكن وحي طبعا كدنبيه طاهره هي بالقطعا ديق سكون دم فساد بوها لكن وحي طبعا كير وري احتمال با قائمه اسك قبيسان لين ما دم ديق ان اركين لكن انت كقبيسن ايزي سفي عن قبيس كو دمان اي بنانك اي سو اجتاغيس وحي كو حسابنت هاي حائض لك حسابته وارك إذا فانت مرة مثلا فقه قابك يقول لك هيا انت من قرب قال خلف حول ما ضيعت سفرك سفرك هذه ماذا نضيعين والله سبحانه وتعالى أعلم.